من جانبه أكد أليكسي ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الذرية روز أتوم أن روسيا تقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها أماناً. نقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها اختباراً وثباتاً، وقد قمنا بالفعل على أساس طراز تصميم المفاعل VVR-1200 ببناء 6 وحدات للطاقة النووية في روسيا وخارجها، ونقوم حالياً ببناء 10 وحدات أخرى، وبدءاً من هذا اليوم يمكننا أن نقول 11 وحدة. نحن نقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها أماناً واختباراً وثباتاً، وكذلك مما سيساهم في تدريب الكوادر المصرية.